سيداتي سادتي، ما يجبرنا أن نتكلم الآن في بعض مواضيع تبدو لنا معشر المسيحيين وأيضا معشر المسلمين تبدو هي واضحة بوضوح الشمس، ما يجبرنا هو قول بعض الناس. يعني يكفي أن واحد يقول كلاما مختلفا حتى نرد عليه، بما أنه الكتاب المقدس، وهنا أستشهد بالرسالة إلى تيموثاوس الثانية بعتقد فصل 3 آية 16، أن الكتاب كله، أعني الكتاب المقدس من وحي الله، يفيد للتعليم والتفنيد والتقويم والتهذيب في البر. أحد الإخوة قال أنه الله فوجئ، يعني كأنه الله تعالى فوجئ بعد ما خلق خليقته أنها كانت جيدة، وتساءل أنه هل هذا، يعني رأى الله أنه حسن، رأى الله أنه حسن، فهل فعلا هاي ترجمة صحيحة، تعريب صحيح من العبرية أو الكنعانية الأصلية عفوا، أم هل هذا غلط وضلال في العقيدة؟ لنقرأ سفر التكوين الفصل الأول. على فكرة سفر التكوين هذا الاسم أخذناه من اليوناني يينيسيس، ولكن العبرانيون لا يسمونه يينيسيس، يسمونه بأول كلمة منه بريشيت، بريشيت يعني في البدء. الآية الثالثة، وقال الله ليكن نور وكان نور، ورأى الله النور أنه جيد، وكان مساء وكان صباح يوم واحد. هل رأى الله، أمر الله كذا، صار كذا، ورأى الله أنه كذا جيد. نلاحظ أولا الأسلوب، الأسلوب هو تعليمي، يسموه باليوناني والإنجليزي نيمو تكنيكال، يعني الكلام مرتب بشكل أنه يحفظ غيبا. الأب بحكي لابنه والابن بحكي للحفيد، يعني هي إذن لوحة بثلاث أقسام: الله يأمر بكلمة الخلاقة، يتم أمر، ويرى الله، مش إنه الله يفاجأ. يعني لما نقول فير إيه، مش معنى إنه الله ما كانش معاه خبر إنه هذا الإشي جيد، ما هو لو إنه هذا الإشي مش جيد الله ما خلقه. إذن ما القصد هنا؟ القصد إنه كل الخليقة جيدة والإنسان جيد جدا. إذن الشر الموجود في العالم ليس من الله، والخطيئة الموجودة في العالم وعند البشر ليست من الله. بالنسبة لكلمة آدم، لنخلقن آدم، آدم هنا ليس اسم علم بل تعني إنسانا. آدم ليه؟ لماذا سمي آدم؟ من أدما، أدما يعني الأرض، وأدما من أدوم يعني الأرض، التربة الحمراء بخلاف التربة سكنية اللون التي لا ثمر منها. إذن آدم من أدما، وأدام أدما من أدوم. على فكرة إذا زحنا الألف من الآدم بتصير دم، يعني الدم. إذن هذا هو الأصل الكنعاني، أو إذا أردتم أيضا العبري لكلمة آدم، يقابلها بالعربي آدم وأديم. ولكن في باقي الفصل الأول والثاني والثالث وأيضا في الرابع لا تصبح اسم علم، بل نقرأ ها آدم، ها آدم أي الإنسان الآدمي. وهذه قمة العبقرية وقمة الإلهام، لأنه الإنسان الأول ما منعرف اسمه، فدعي الإنسان زي ولد ما منعرف اسمه، منسميه بوي بكابيتال بي.
وطبعا هو كما نرى من سفر التكوين هو أول الخلق، ولكنه ليس أفضل من السيد المسيح. فآدم طبعا عندنا إحنا المسيحيين آدم خلق بكلمة الله، أما السيد المسيح فهو الكلمة الذي به خلق كل شيء وبغيره لم يخلق شيء. الآن على صورة الله كمثاله، على صورة الله كمثاله في هذول الجماعة فسروها بمعنى الصفات الإلهية، الصفات الإلهية، وقربوا من هذا التعبير التوراتي تعبيرا قرآنيا بما معناه خلقناكم وصورناكم. ولكن إحنا المسيحيين، لا أدخل في الإسلاميات، نحن المسيحيين عندما نقول أن الإنسان على صورة الله كمثاله، الله لم يكن له جسد حتى نقول إنه جسد الإنسان على صورة جسد الله، فالله روح لا جسد له. إذن ما هي صورة الله، مثال الله في الإنسان؟ هي العقل، هي الضمير، هي الإحساس والشعور، هي المحبة. وخصوصا عندنا نحن المسيحيين يلخص الرسول الحبيب المحبوب يوحنا تعريف الله، ولا أقول تحديد الله لأن الله لا يحد، الله غير محدود، الله محبة. إذن الإنسان الله خلقه، يعني خلق الله الإنسان، طبعا خلق الله الإنسان وأعطاه قبصا من محبته. محبتنا نحن لله، محبتنا نحن للناس هي صورة، صورة باهتة طبعا من الله، محبة من محبة الله. ويكتب القديس توما الأكويني الفيلسوف اللاهوتي العبقري الإيطالي الذي حضر المجمع التريدنتيني لتغيير هيئة الكنيسة ولتقويم بعض الأمور الإدارية من الداخل وليس بالانفصال عنها، قال أمور دي كوزا بونيتاتيس إن ريبوس، إن حب الله للخلائق هو سبب طيبتها. وهكذا نعود إلى سفر التكوين، خلق الله السماوات والأرض ورأى أن المخلوقات جيدة، ما سبب أنها جيدة؟ محبة الله الخالق لمخلوقاته. وشكرا لكم على إصغائكم.